مساكم الله بالخير. يعني الأستاذ علي ما خلى فقرة إلا واتطرق إليها وجابها في مسيرة يعني ممتعة استمتعنا بها. وفي أجزاء صغيرة يعني إحنا لازم نتوقف عندها، وهي دور الحركة الوطنية في استقلال البحرين. في نقاط يعني ثلاث نقاط بأختصرها، ألا وهو إعلان الاستقلال وما رافق الاستقلال من قبول آل خليفة على وجود دستور عقدي وانتخابات برلمانية، وهذه يعني يحاولون أن يغفلونها ما تتطرق، ولكن أعتقد أنه في بيان اللي تطرق إليه الشيخ خليفة في بيان الاستقلال موجود أجزاء منه. أي نقطة. النقطة الثانية، دائما يرددون المسؤولين بأنه ما حد طلب من الاستعمار البريطاني أن يترك البحرين أو يترك الخليج، منطقة الخليج. يعني ليش أنتم غادرتون آخرها؟ يعني يمكن شفتم مقابلات صحفية قديمة. بالعكس، شعب البحرين كان يطالب بالاستقلال وخروج الإنجليز، فلذلك كان يواجه الإنجليز وجودهم بانتفاضات وثورات، بداية من ثورة الغواصين رفضهم إلى القرارات الموجودة إلى حركة 38 و36، كل الحركات اللي صارت، حركة الهيئة، حركة كلها تطالب باستقلال البحرين ورحيل الإنجليز. النقطة الثالثة، التدخل البريطاني في البحرين. هم يقولون أنها مو مستعمرة علشان يخلصون نفسهم من مسؤوليات، لأن المستعمرة حقوق المستعمرات أنه تستطيع أن تتحصل على الجواز الكونفدرالي أو الكومنولث البريطاني، وحقوق موجودة إلى أعضاء الكومنولث البريطاني ما يريدون أن يعطونها، وخوفا من المطالب الإيرانية، فلذلك يقول لك إحنا فقط حماية للبحرين، بينما الواقع كان تدخل شامل وكامل في شؤون البحرين الداخلية، بدليل أنه بيلغريف كان هو رئيس الشرطة ووزير المالية والمحاكم، ما في شيء إلا هو مسؤول عنه، هو اللي يدير كل شيء في البحرين. فلذلك كان توجه الحركة الوطنية لإسقاط بيلغريف معناته إسقاط الاستعمار البريطاني. وبعد كلنا نشوف الحركات اللي قامت الوطنية والانتفاضة أو الحركة المسلحة اللي قامت في الجبل الأخضر، ثورة عمان، وبعدها ثورة الضفار، وبعدها المطالب الشعبية اللي كانت في الخليج اللي طالبت بها الحركة الوطنية. النقطة الثالثة اللي هي قضية إيران وعروبة البحرين. هناك اتفاقيات سرية، بعضها سرب وبعضها لم يسرب، وبعضها نعرف عنها وبعضها ما نعرف عنها، عن خصوصا الجزر. دور الحركة الوطنية في تثبيت حقوق عروبة البحرين، سواء كان في الداخل أو الوفد، حتى اللي راح يهنئ بقيام الثورة على شاه إيران بقيادة المناضل عبد النبي العكري، والتصريح اللي صدر من الثورة الإيرانية بعروبة البحرين وتثبيت عروبة البحرين. هذا نضالات مارستها الحركة الوطنية بدليل أنهم ما يريدون أن يحتفلون بالعيد الاستقلال في هذه المناسبة. ليش ما يريدونها؟ لأن أنت لما تريد تحتفل بهذه المناسبة، مناسبة الاستقلال، معناته تستعرض كل النضالات اللي قدمها شعب الخليج للاستقلال من الاستعمار البريطاني. شكرا. أولا يعني أشكرك أبو مهند على هاي سرد التاريخ. لا اللي قاله بس في أسئلة لي. لا هل السرد التاريخي يعني قيم؟ طبعا نعرف ان اتحاد جنوب العربي كانت في قوات البريطانية مستعمرة في عدن، ظلت لفترات طويلة. طبعا الحين يعني الامارات هي الاصل، الامارات اللي المفروض تاخذ الاستقلال في عام 1970، فالبحرين ارتبطت باستقلاله تزامنا مع الاتحاد، يعني الاتحاد التساعي، عشان كذي البحرين خلى استقلال في هالوقت، لان الامارات دائما تحتفل في عام 1970 لان
من خروج الاستعمار البريطاني من منطقة الخليج. فعندي سؤال، لماذا مصر ما قامت بالدور كحركة وطنية في عهد جمال عبد الناصر؟ يعني شكون في دوره؟ يعني ما تشوف لما يوم طالب شاه إيران بضم البحرين في من خلال خطابه في نيودلهي، جمال عبد الناصر لم يعني قام بهالموضوع أو لم يحركه القومية العربية أو في دول العربية؟ هاي شو المقصد من الموضوع؟ وشكرا جزيلا. مساء الخير. أنا عندي ملاحظة بس بسيطة، الوجود الإنجليزي في البحرين ما له إيجابيات كلش يا أستاذ إبراهيم. وجود الإنجليزي من 1820 ما له إيجابيات أبدا. منعوا العبودية، منعوا القرصنة، طوروا المنطقة كلها بقوانينهم في الإيجابياتهم. هاي الإنجليز والاستعمار والكل هذا ما في ذي أبدا. أنا أبغى أعرف يعني، أنا سؤال وأطرحه أنه تنسوا الندوة، الوجود الإنجليزي في الفترة دي ما كان له إيجابية أبدا. يعني أنا هذا سؤال مهم. في فترة البحرين من 1920 وانت جاي، ايش كثر كان في تطور بوجود الانجليز بالقوانين بالمحاكم باستيراد الله؟ يعني هاي سؤال مهم عندي. يعني انا الواجب الاستعمار والانجليز وكذا، الحين حتى الناس يتمنون يرجع الانجليز والاستعمار، ودي الناس كثير من الناس يعني اي مشاعرهم. يعني أنا هاي السؤال واجد يعني أشوفه. أنا أعتقد الإنجليز في كل وجودهم في 200 سنة كان إيجابي واجد فوق اللزوم. الرقابية أسقطها الإنجليز، العبودية أسقطها الإنجليز، الصخرة أسقطها الإنجليز، كثير من الأمور أسقطها الإنجليز. من أسقطها؟ استعمار على ما أنت تقول. هاي كذا ما في إيجابيات. أنا هاي سؤال لازم تنسوا لكم ندوة في الموضوع، يعني هاي شيء مهم. أنا يعني السؤال المهم، هل ما في الإنجليز ما إليهم إيجابية في وجودهم على 200 سنة 300 سنة؟ زيدي أخر سألت أخر سؤال السؤال ضايق يعني ذا السؤال؟ لا 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 يعني هاي سؤال يعني. لا لا في شيء غير يعني. تفضل. ها؟ ايه غير؟ هاي السؤال حق بان مرض وجهته مو اليوم. وضعت عين الكل. لا تكون جميع الاستعمار. جعفر ما عندنا مشكلة. جعفر. جعفر. بس سؤال أستاذ علي، ذكرت مرتين ربطاً بحركة حراك 38 وب54 حركة الهيئة، بأن في الأولية بني قريب نجح وفي الثانية بني قريب مع الشيخ سلمان أيضاً نجح في جعل يعني هذه المفردة. عن حقيقة لو قلت لي فلان وفلان وفلان من هذه التشكيلة يعني كانت أكثر دقة، ولكن أن تعمم بأن نجحوا في أن الشيعة ينسحبون، يعني كأن الطائفة انسحبت وفرقت عن طائفة أخرى. فأعتقد هذه معلومة جب يعني تحتاج نوع من التدقيق والتحقيق فيها لإعطائها حقيقتها بكل دقة. طبعا مسألة تاريخية هذه. أي سؤال أستاذ جعفر، الإنجليز فعلوا كل الخير بما يخدمهم، لا ليخدم شعب البحرين ولا شعب الخليج، أخذوا العبودية في صالحهم أولا، ثم يأتي الناس تستفيد. يعني مثل ما تسوى عمل خير يعني بتعطينا أنا الخير، لكن لأن واحد صغير أعطى تبع ربتين هو استفاد، بس الأساس من توجيهك لي أنا. ف
فالموضوع الانجليز سعوا لامور كثير ايجابيه في الخليج، ولكن من اجلهم بالاساس، يعني على الاقل على الاقل تسهيل انهم يستمرون وانهم يحكمون هذه المنطقه، وبالتالي امر امرهم وهم الاسيود. شكرا. اذا على اساس نختم اخر شيء مع الخمسة لازم تعلق على كلامه. أساس العشر يعني. يعني أنا اللي قلته قلت الاستقلال من منظور تاريخي، فأنا قلت التاريخ إيش قاعد يقول لنا؟ يعني كل الأبحاث والدراسات التاريخية اللي أنا اطلعت عليها هي اللي تعرضتني هالمعلومات وعطتني هالاستنتاجات اللي أنا قلتها. فلذلك يعني موضوع مثل ما أقول ما يبت شيء من عندي أنا فقط، مو استنتاجات الخاصة، أنا استنتاجات من خلال المعلومات اللي طلعتها، بس نتيجة لأن يعني وضع المحاضرة ووقتها وهذه، أنا ما استطيع أجيب لكم تفاصيل وايد. قلت لكم هاي الموضوع من بدايته، في أشياء قلتها بشكل عام بس كان بإمكاني أقول التفاصيل وايد عشان أثبت هذا الكلام، وساعات تحتاج حتى بالأسماء، لكن مع الأسف ما نستطيع نقوله. أنا قلت مثلاً لم يطلب أحد خروج الإنجليز، وهذا الحقيقة اللي أنا قريتها في كل يعني كلهم، وكلهم لما خاطبوا في الحركات الإصلاحية لما خاطبوا الإنجليز قالوا لهم إن إحنا مو هدفنا تخرجون من الكويت الى دبي، مو هدفنا تخرجون، احنا هدفنا انه الحاكم يسوي لنا كذا وكذا وكذا وكذا. ولما بني قريف انصف الى جانب الحاكم او بدا الحاكم يعتمد عليه في اعطاء الاجوبه وكذا، في ذيك الوقت الهيئه طالبت انه بني قريف يطلع، بني قريف يطلع من البحرين، و هذه واحدة من الوعود اللي وعدوا فيها عبد الرحمن الباكر. قالوا له الإنجليز لما تفاوض مع وزارة الخارجية البريطانية قالوا له بلغريف يطلع، بس انت روح اول سافر وارجع، بعد ما ترجع بلغريف فعلا بيطلع. وعلى فكرة هذا الكلام صار، بلغريف في 57 طلع، الحكي دي صار في 56 ونهايته، في 57 بلغريف طلع من البحرين، يعني الإنجليز قالوا يطلع وطلع بلغريف، لكن طلع بلغريف لأنه كان عقبة وكان هو اللي يشتغل ضد الهيئة، لكن ما طلعوا الإنجليز كاستعمار أو كقوة، الإنجليز بقوا محلهم يعني. لهذا السبب أنا قلت إنه الحركات كلها إصلاحية، ما 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 نقدر يعني نقارنها مثلاً بثورة الظفارة، الثورة اللي صارت في الظفارة في عمان كانت مسلحة وتختلف عن الحركات الإصلاحية الثانية. الجزء الثالث الكلام عنه يعني وايد عجيب، لأن مثل ما قلت الإمارات ولا هي مهتمة بعملية إنه يعني تحتل وما احتل، ويوميات بريطانيا بريطانيا كانت تقول كذا مرة يعني انه يتفاهموا يعني يا الامارات يا ابو ظبي ودبي وراس الخيمه وما يروح يتفاهموا ويا ايران، تفاهموا ويا ايران، وكانت علاقتهم وثيقه، وبالذات دبي، يعني دبي مثلا كانت تعتبر سكانها ذاك الوقت يمكن حوالي فوق 60% ايرانيين اللي هناك، وتجاره دبي من ذاك الوقت كانت قائمه على الايرانيين. ف ولهذا السبب دبي كانت واقفة ويا إيران بشكل قوي ضد البحرين، ما تبي تزعل، فقالت لهم بريطانيا تفاوضوا وياهم على أساس الجزر، فما اهتموا بالموضوع، ويات بريطانيا وخلت إيران تحتل الجزر قبل انسحابه بفترة بسيطة، أشهر بسيطة ولا أيام قليلة قبل تنسحب خلت هذا، ومع بعد الاحتلال ما اهتمت الإمارات دبي وبوظبي بالتحديد بأن يحتجون. ذاك الوقت طلعت إشاعة أن صقر بن محمد براس الخيمة باع طنب وطنب
طلب الصغرى وطلب الكبرى، لكن هذا كلام انا قريت حكيه في صحيفه كويتيه، فما ما صدر ما يؤكده انه صدر باع طنب وطنب. ابو موسى تابع للشارجه، وفي ذاك الوقت حتى قتل حاكم الشارجه في صراع بينهم، وما طلع ما يؤكد ان الشارجه ضحت بابو موسى. بالنسبه للاحتفال بالاستقلال، يعني البحرين تقول طبعا في الاول كانت تحتفل، بعدين تقول ان احنا ما نبي نحتفل في 14 اغسطس نتيجه لان الجو حار في اغسطس، ولكن يعني وان احنا دمجنا الموضوع مع 16 ديسمبر نتيجه لان نوع من التوفير في المصاريف، وفي نفس الوقت انه الجو الحار. لكن اللي حدث طبعا معروف انه دول كثيره تحتفل في اغسطس بها، سواء دول اوروبيه او دول خليجيه، يعني ما حد قال الحقيقه اللي ملاحظه انا في البحرين غير موضوع الجو، ان في السنوات على الاقل الثلاثه او الاربعه الاخيره في البحرين ما يشيرون الى مساله الاستقلال. يعني يقال اعتقد العام بالتحديد ان احنا نحتفل بعيد جلوس كان الامير الان جلاله الملك، ونحتفل باقامه الدوله الوطنيه في عهد مؤسسها احمد الفاتح، والشيء الثالث وبانضمام البحرين الى الامم المتحده. هاي الحقيقه حيثيه الاحتفال بالعيد الوطني ثلاث اشياء: الجلوس، ومن ثم الدوله الوطنيه في عهد مؤسسها احمد الفاتح، وبعدين الشيء الثالث دخول الامم المتحده. ولم يرد في هذه الاحتفالات ما ياتي كلمه الاستقلال عن بريطانيا. هل معناته ان احنا نقول البحرين بتقول ان احنا مو مستعمرين على اساس نستقل؟ لما قلنا نستقل يعني احنا مستعمرين. حتى اخذ عليها، ارجع شوي للوراء، اخذ عليها ان لما وافقت على انه يجي مندوب الامين العام للبحرين، والامين العام قال ذاك الوقت انه احنا البحرين او البحرينيين طالبوا بالاستقلال، بعروبة البحرين وبالاستقلال، فأخذ على البحرين قالوا استقلال من؟ فصار التفسير عقب من الحكومة أن التفسير الاستقلال عن إيران أو عن مطالبة إيران، وليس الاستقلال عن بريطانيا. هاي التحليل اللي صار في ذاك الوقت في 70. في سؤال عن دور مصر تبغى أتكلم فيه ولا نطوفه كيفكم؟ الأخ محمد سو استفتاء يلا جاوب عليه بس دقيقة لأن ما وصلت ساعة. دور مصر الحقيقة ذاك الوقت كان في أيام الزعيم جمال عبد الناصر، كان يدعو إلى الاتحاد، وكان يدعم الاتحاد بشكل قوي، كان يعتقد أن دول الخليج دول صغيرة وضعيفة، وأن دولة مثل إيران بقوتها العسكرية تبتلعها في أي لحظة، ودولة مثل السعودية، ومعروف ذاك الوقت علاقة مصر مع السعودية أيضا تهدد المنطقة بالابتلاع. فمن أفضل شيء أن عبد الناصر كان يدعو إلى أن تتحد هذه الدول لكي تكون قوية وتوقف ضد اللي بيبتلعون. فلما جاءت البحرين وصلت الى قرار الاستقلال بعد ما فشل الاتحاد، البحرين ارسلت محمد بن مبارك ذاك الوقت كان مدير الخارجيه قبل الاستقلال، ارسلته الى عبد الناصر، وقابل عبد الناصر وقال له الان وصلنا الى الطريق المسدود بالنسبه للاتحاد، فهل تأذن لنا بأن احنا نعلن استقلالنا؟ فدرسوا الواقع في مصر
وقال يعني أنا الحين ما أستطيع أقول لأن الاتحاد واضح أنه فاشل، ما أستطيع أقف عقبة أمامكم، ولكن ظلوا على اتصال مع الإمارات الثانية من أجل قد يسوون اتحاد آخر، فوافق على الاستقلال ووافق طبعا ذاك الوقت البحرين أرسلت وفود من بينهم الوفد إلى عبد الناصر. خلاص شكرا لك.